الحظر الصحي اخويا على حسب الحالة الوبائية في المغرب، على حسب كل منطقة والعدد ديال المصابين. انت كيفاش دوز الحظر الصحي؟ الحظر الصحي كيدوز شوية، كيكون شوية ديال الصعوبات، الانسان كيكون واحد شوية القلق، فهمتيني؟ الانسان موالف كيخرج، موالف كيمشي يصلي في المسجد. دابا واحد تغيرات، دابا المساجد مغلقة، فهمتي؟ وجدنا واحد الصعوبات. لا لا لا، بارك علينا، بارك الانسان، فهمتي؟ صبرنا ما فيه الكفايه، فهمتي؟ كيتزادوا الضغوطات وكيف، فهمتي؟ الانسان خصو يمشي يقضي الاشغال ديالو وهذا. عينا وتقهرنا، ما بقيناش قادين نزيدوا، اولي ما هاد شو خياسين كي ولا، شو السوق كي ناقصه هاد، شو الله يجعل البركه، اولي ما لا قهرنا خويا التمديد ديال الحجر الصحي، وكنطلبوا من السلطات باش تلو حنا المنطقه واحد، تبعدنا من المنطقه جوج. نقدروا نزيدوا في الحجر الصحي الا كان الانسان زعما غادي يلتزم، باش هكا نحاربوا هذا الوباء وما يبقاش منتشر، هكا نقدروا نتغلبوا عليه. اخويا اش نقول لك، الحجر الصحي بالنسبه لكاين الناس اللي مضرورين بزاف، واللي عنده الناس اللي عنده راه ما مسوقش ليه، بحال ما عنده اهميه، عنده غرض، فهمتي؟ الناس اللي واكلين دق اخوهم هذوك الدراوش. لكن انا بالنسبه لي يعني 15 يوم ولا 20 يوم الانسان يقدر يصبر، نخرج منه نخرج منه بصفه نهائيه راح مزيان، يكون ما يكونش خسائر كثيره، راح احسن ما نعملوا مثلا نعملوا نخرجوا دابا ونرجعوا عاود انتكاسه اخرى. زيدوا في طول العام ماشي مشكل. تا ها الحمد لله، الحمد لله كلشي صافي، بس ما عطى الله، ربي كبير. الناس اللي حاكمين هاد البلاد خاصهم يديروا تشاويل هاد ولاد الناس، فهمتيني؟ يديروا معاهم تشاويل والله يدير اللي فيها الخير اخويا. طبيعة الحال، لأن هذا الشيء من مصلحتنا حنايا. الحمد لله بخير، كنتقداو داكشي اللي خصنا ديال الأسبوع أو ديال 10 أيام، وكنبقاو في الدار الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل. نصبر اخويا، نديرو شي عام صابر. مرحبا، راحتنا هي الاولى. شنو عانيتي؟ عانينا الجيب اخويا. ما كلشي زوين، الجيب الناس، الناس كاين اللي ما عندهاش، ما لاقي ما تاكل، كاين اللي ما خدامش مسكين، كاين اللي عطاو الفلوس هو عنده خدا الفلوس، واللي ما عندوش مسكين ما خداش.